وتالله وبالله لا عذر لأحد في رمضان إن لم يظفر فيه بباب القيام فليظفر بباب الصدقة، فإن لم يستطع فبباب التلاوة، فإن لم يستطع فبباب الذكر، فإن لم يستطع فلا أقل من أن يكف لسانه وجوارحه عما يخدش هذا الشهر ويثلمه. ثم إنه والله وتالله وبالله ما أضيع من ضيعه، ووالله وتالله وبالله ما أخسر من خسره، ألا ذلك هو الخسران المبين. ثم اعلموا يا رعاكم الله أن خلق الرحمة والتراحم من خير ما يلوح في أجواء هذا الشهر المبارك، حيث يرهف الطبع وتجم النفس، فيحمل الصائم في نفسه معنى الناس لا معنى نفسه، ليبذل ذو اليسار مما آتاه الله، فيطعم هذا ويكسو ذاك ليقتحم العقبة التي قال الله عنها: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ألا رحم الله امرأ قدر الله حق قدره، فطيب كلامه وحفظ صيامه وأخلص إطعامه وصلى فأحسن صلاته، مشرئبا إلى وعد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى والناس نيام. رواه أحمد والترمذي. فالله الله عباد الله، في شهركم هذا والبدار البدار قبل فوات المهلة، ولا تحين مندم، لا تفرطوا في كنوز هذا الشهر المبارك، ولا تلهينكم الدنيا عما عند الله، فإن الله جل وعلا يقول: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.